مرحبا زبائن الكرام، اليوم عندنا العرض الممتاز جدا والحصري عند مكتب لابتوب أونلاين، هو الباناسونيك التابت المدرع باناسونيك الصنع الياباني. طبعا هذا يجي بمواصفات ممتازة جدا، لأول مرة يجي كور اي 5 فايبرو من الجيل الخامس، رام 8 جيجا وهارد 128 جيجا، أيضا قابل للزيادة. راح يجي التابلت مدرع، وبنفس الوقت راح يجي أيضا خفيف الوزن، مو ثقيل، وسرعة فائقة، ولون مميز، وشكل يعني حديث جدا. راح نستعرض لكم كل المواصفات الداخلية ونستعرض المواصفات الخارجية. طبعا هسه راح نجي إلى المواصفات الداخلية مالتها. مثل ما قلنا عبارة عن كور اي 5، قلنا كور اي 5 من الجيل الخامس 5300U، وأيضا الهرتز المعالج 2.3 جيجا هرتز، رام 8 وهارد 128 SSD قابل للزيادة مثل ما قلنا. أيضا راح يجي أيضا الشاشة مالتها بدقة فول اتش دي، وأيضا راح يجي بكار شاشة انتل، طبعا هذا الكارت هذا الفول اتش دي الاوبشنز، وأيضا راح يجي بكار شاشة ايضا 4 جيجا انتل داخلي، هذا 4 جيجا. قلنا هذا راح يجي، قلنا مواصفاته ممتازه جدا، راح ايضا راح يجي منصبه داخلها ويندوز 10 مفعل، مع ايضا نظام الاندرويد في حال تريد تسويها اندرويد، تشتغل اللابتوب التابلت كاندرويد، تنزل كل تطبيقات الاندرويد كالعاب كبوبجي وغيره، وايضا موجوده بها بلوتوث وواي فاي، يكون بسعر حصري 350,000 مع خمسة توصيل لجميع محافظات العراق. الفيكل بي انه بي كاميرا امامية وايضا كاميرا خلفية بدقة 16 ميجا بكسل فول اتش دي، هذه الكاميرا الامامية، وايضا الكاميرا الخلفية اذا تلاحظون هاي الكاميرا الخلفية مالتها وضوحها عالي جدا، هنا راح تجي وضوحها فول اتش دي. اوكي، هذا الكاميرا مالتها، الازرار التحكم من الباور ومن بقية التحكمات، من الجوانب كلها مدرعة، في حال واحد ياخذها لفحص سيارات للاطفال وغيرها راح تكون ايضا محافظة لها. منها ايضا هذا القلم، في حال استخدام هذا القلم باناسونيك الاصلي، في حال استخدام القلم، ومن الجانب الاعلى ايضا يوجد يو اس بي، ايضا هنا مخرج الهواء الحار، وهنا عندنا يو اس بيات عدد 2 يو اس بي، يو اس بي 3، وايضا عندنا اتش دي ام اي ومدخل للهيدفون. من الخلف ايضا عندنا هذا الشيء المميز، بالامكان تشيل التابلت بهاي الطريقه، او بالامكان اذا تريد تشيلها وتقدر تلغيها حسب الرغبه، هذا مالتها. طبعا احنا نجي هنا، هذا مكان الفان، وهنا صناعة اللابتوب، هذا التابلت وميد ان شابان، هذا الصناعة، هذا يجي الباتري العملاق مالته، والكاميرا الخلفية ايضا يجي مزودة بفلاش. هذا قلنا كله راح يكون بسعر 350,000 مع خمسة توصيل لجميع محافظات العراق، راح يكون الكمية محدودة والسعر حصري. تقبلوا تحياتنا وشكرا جزيلا.